المباراة المنتظرة بالنسبة ليوسف الليلي أنه صلاح ورياض محرز راح نشاهدوهم إن شاء الله في قناة بين سبورت. قلنا أنه المنتخب الجزائري يتألق فيها ويتوج بهذه البطولة ويقدموا أداء جيد. أقل راتب من كل اللاعبين وهذا أمر لما قبلوش إسماعيل بن ناصر وطارق. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. اول شيء نبداو به كما راكم تشاهدوا معنا هذا الخبر المفاجئ لواحد من الناس انا فاجئني صراحه وفاجئ الجماهير الجزائريه والمصريه وحتى عشاق كره القدم. كما راكم تشوفوا الخبر من الصفحه الرسميه لاستاد الدوحه. هذه الصفحه لا ينشر لا اشاعات ولا اكاذيب، كل أخبارها موثوقة وينشر إلا الأشياء الرسمية. تكلموا وقالوا أنه صلاح ورياض محرز راح نشاهدوهم إن شاء الله في قناة بين سبور الرياضية القطرية من أجل تحليل مباريات كأس العالم 2022 إن شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق، لاعبين كبار قدموا الكثير للكرة العربية وللكرة الإفريقية وتألقوا. كل الاحترام لرياض محرز ولمحمد صلاح، برافو عليهم، ان شاء الله نشوفوهم متالقين ايضا حتى في التحليل. وواضح اكيد انه باش نشوفوا صلاح ومحرز راح يحلوا ويتناقشوا ويتكلموا حول المباريات على المنتخبات العربيه وايضا ممكن حتى على المنتخبات الاجنبيه. نتمنى لهم كل التوفيق. وش رايكم في هذه التجربه لصلاح ورياض محرز؟ هل راح تكون ناجحه او لا؟ رايكم في التعليق. وانا واحد من الناس متأكد راح تكون ناجحة إن شاء الله، لأنه لاعبين محترفين يعرفوا كرة القدم، لعبوا في المستوى العالي وما شاء الله لهم أدب وتربية وأخلاق وكل شيء. وأيضا باش نتكلموا على المنتخب الجزائري تحت 20 سنة، المنتخب الجزائري المباراة الأولى تعادل مع المنتخب الليبي الشقيق بنتيجة 1-1. برافو عليهم، اللاعبين قدموا كل ما لديهم، قدموا مباراة جيدة، ولكن العيب في المنتخب الجزائري هو المدرب الفاشل اللي هو المدرب لاسيت. يجب على الاتحادية الجزائرية طرد هذا المدرب ويجيبوا مدرب كفء وعنده مستوى باش يقدر يقدم الإضافة لهذا اللاعبين الشباب، لأنهم عندهم موهبة كبيرة ما شاء الله عليهم. وكما راكم تشوفوا معانا جدول المنتخب الجزائري، المباريات القادمة إن شاء الله اللي باش يلعبوها وإن شاء الله يفوز فيها المنتخب الجزائري. كما راكم تقراوا معانا، الجزائر راح تلعب ضد المغرب يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، المباراة راح تكون على الساعة 2 زوالا في مصر هذه الدورة. أيضا المنتخب الجزائري راح يلعب ضد المنتخب التونسي المباراة يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 وكذلك على الساعة 2 زوالا في مصر، لأنه هذه البطولة تاع شمال إفريقيا مقامة الآن في مصر ومصر هي اللي تنظمها. تحية كبيرة لإخوتنا المصريين وإن شاء الله تكون بطولة ناجحة، ونتمنى أن المنتخب الجزائري يتألق فيها ويتوج بهذه البطولة ويقدموا أداء جيد. هذا اللي نتمناه لأنه عندنا لاعبين كما قلنا جيدين، ولكن العيب الوحيد هو مدرب المنتخب الجزائري، لأنه عندما تتفرج المنتخب الجزائري تحس أن اللاعبين يلعبوا على هواهم، يتحركوا بشكل عشوائي، لا توجد تعليمات مدرب، ما كانش شخصية، ما كانش صرامة مدرب، لأنه اللاعبين صغار تحت 20 سنة مازال ما يعرفوش تكتيكيا جيد. لازم عليك انت كمدرب انك تأطرهم، وبالاخص انك تكون مدرب خارج ارضية الميدان وتشاهد وتتفرج اللاعبين، تعرف لي بلاسمو دي بلاسمو تاع اللاعبين، تقول لهم تحرك هنا، ارجع هنا، اروح منا. ولكن مدرب تحت 20 سنة اللي هو مدرب لاسيت كونجلي ما يتحرك ما يتكلم ولا اي شيء، صراحة مدرب ضعيف جدا. والان باش نتكلموا عن لاعب المنتخب الجزائري اللي هو اسماعيل بن ناصر ولاعب نادي اي سي ميلان. بن ناصر حاليا راهو كما نقولوا في مفاوضات مع نادي ميلان ومشاكل، ومازال ما تفهموش نهائيا على الاجر تاع اسماعيل بن ناصر باش يجدد العقد تاعو، لانه اسماعيل بن ناصر طالب نادي ميلان برفع الاجر تاعو. الناس اللي ما يعرفوش والجماهير الجزائريه، اسماعيل بن ناصر حاليا في نادي ميلان أحسن لاعب في ميلان، يتألق كل المباريات، يقدم إضافة كبيرة ورهيبة جدا، هذه بشهادة جميع مشاهدين كرة القدم وبشهادة كبار لاعبين وأساطير نادي ميلان. ولكن إدارة ميلان تعطي إسماعيل بن ناصر أقل راتب
من كل اللاعبين، وهذا أمر لما قبلوش إسماعيل بن ناصر ويطالب برفع الراتب تاعو. وكما راكم تشوفوا معنا صحفي إيطالي رسميا يتكلم وقال أنه نادي ميلر تواصل مع إسماعيل بن ناصر على 3 مليون دولار، وهذاك القيمة النهائية اللي قلت له ميلان نعطيها لك. وإسماعيل بن ناصر حاليا مازال ما قبلش هذيك القيمة وقالهم حاب قيمة أكثر منها باش نجدد العقد التاعي. حاليا وكيل أعمال إسماعيل بن ناصر كما صرح ويتكلم للصحافة الإيطالية أنه إسماعيل بن ناصر لديه العديد من العروض من إسبانيا، من إيطاليا، وحتى من إنجلترا. وأنا الشيء اللي نتمناه أنه كنا تكلمنا في السابق وتكلمت الصحافة الإنجليزية أنه إسماعيل بن ناصر تحت مراقبة إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، وحتى نادي سيتي حابين باش يتعاقدوا مع إسماعيل بن ناصر، عندهم نية ويراقبوا هذا اللاعب ويشوفوا في المستوى تاعه وإحصائياته. ولكن أنا واحد من الناس نتمنى إن شاء الله إسماعيل بن ناصر أو نادي ليفربول يقدم عرض جيد لإسماعيل بن ناصر باش نشوفه في نادي ليفربول، لأنه لاعب جيد، لاعب رائع، يستحق أن يكون في نادي ليفربول، لأنه مع ليفربول راح يتوج بالدور الإنجليزي، يقدر يتوج بالتشامبيونز ليج، يقدر يفوز بألقاب فردية ليه كلاعب. ولكن مع نادي أي سي ميلان ما يقدرش يتوج بالتشامبيونز ليج حاليا، لأنه الأندية الإنجليزية تسيطر وتهيمن بنسبة كبيرة على تشامبيونز ليج، ما عدا الكبير نادي ريال مدريد الإسباني اللي يقدر ينافس الأندية الإنجليزية. أما الأندية الإيطالية تاريخها كبير وعريق مثل اليوفي وميلان والإنتر والعديد من الأندية، ولكن حاليا لا تستطيع مجاراة الأندية الإنجليزية وريال مدريد باش يفوزوا بدوري أبطال أوروبا. شيء اللي نتمناه أنه يتنقل لنادي ليفربول، نادي جيد، مدرب رائع عندهم يورغن كلوب، ليقدر يتطور إسماعيل بن ناصر أكثر ويخرج منه الوحش النائم اللي في داخله، لأنه إسماعيل بن ناصر عنده إمكانيات رهيبة جدا. وتذكروا كلامي، مستقبلا راح تشوفوه ينافس على الكرة الذهبية، لأنه لاعب رائع جدا. نتمنى له كل التوفيق وتحية لإسماعيل بن ناصر. وحسب الصفحة الرسمية لنادي أجاكسيو، يوسف بالليلي يحضر نفسه من أجل مباراة أجاكسيو ونادي باريس سان جيرمان. المباراة المنتظرة بالنسبة ليوسف بالليلي مكتبلوش المكتوب باش يلعبها مع نادي بريست، حاليا راح يلعبها ان شاء الله مع نادي أجاكسيو، ونشوف يوسف بالليلي يتألق ضد نادي باريس سان جيرمان، سواء انه يسجل هدف او يقدم تمريرة حاسمة او يبهدلهم كالعادة والعوايد. نتمنوا له كل التوفيق ليوسف بالليلي، حظ موفق. المهم خوتي، وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة والإصغاء. ما تنساوش انكم تعطونا آراءكم، اقتراحاتكم، انتقاداتكم، مرحبا بكم، داركم كل الحب والاحترام للجميع، وتحية الجزائر في كل الأحوال.